مسلسل رسالة الإمام بيعتبر عودة قوية للمسلسلات الدينية اللي كانت غابت عن شهر رمضان من فترة طويلة. تألق النجم خالد النبوي في دور الإمام الشافعي، وشاركه عدد كبير من النجوم زي أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، ووليد فواز، وحمزة العيلي، وسلمى أبو ضيف. والعمل أخرجه المخرج السوري ليث حجو. ولرب نازلة يضيق بها الفتى درعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع، من راقب الله رجع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. ومعنا على التليفون الفنانة أروى جودة. مساء الخير يا أروى. مساء النور. مبروك. كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا أروى. مبروك على نجاحك في الدور، مميز جدا في رسالة الإمام. حضرتي له ازاي الدور الصعب ده؟ الله يبارك فيكي. الصراحه يعني دور صعب، وكنت شيك قوي على فكره، انا عاجبني اللبس جدا جدا، عايزين نتكلم عليه كمان. ده الدكتوره ساميه عبد العزيز طبعا يعني هي تشكر على ذوقها وشطارتها وعلمها بالتاريخ المتوغل. صحيح. انا جهزت ازاي للدور؟ انا راجعت كل دروس العربي اللي كانت فاتتني زمان. نحو بقى وبلاغه وكل حاجه. ايوه بصراحه. بس يعني طبعا الشكر يرجع للاستاذ ليث ولكل الفريق اللي كانوا معاه، حاتم وعلاء وكل اللي كانوا بيساعدونا في الالقاء، وانهم يصححوا لنا اللغه، والصبر بتاعهم طبعا لما بنخطئ. يعني انت ممكن تكوني تتكلمي تحطي فتحه بدل كسره لانك مش مركزه في الاحساس اكتر. صحيح. فدي كانت ساعات بتعطلنا. بس طبعا يعني لازم اشكرهم على صبرهم وذوقهم معانا، يعني الحمد لله انه نال اعجابكم بصراحه. هي هو عوده للدراما الدينيه، ولكن عايزه اعرف اول ما جالك الدور ما حسيتيش بصعوبه؟ ما قلتيش انا خايفه، يمكن عشان اللغه زي ما انت بتحكي، يمكن علشان طبعاً التفاصيل اللي بتحكي عليها، ولا قلتي ما ابتدي يعني ادخل في المجال ده او على الاقل اجرب نفسي في اللغه العربيه واحداث مختلفه؟ واعتقد احنا عندنا تعطش يعني للدراما الدينيه. وانا صراحه لما جالي المشروع اتحمست جدا، لان فعلا زي ما حضرتك بتقولي بقالنا كتير قوي ما عملناش حاجه تاريخيه دينيه بالطريقه دي. بس وكنت خايفة جدا أول ما قالوا لي بالعربي الفصحى، قلت لهم أنا بقالي كتير جدا ما اتكلمتش عربي فصحى، وعمري ما جربت أمثل باللغة العربية الفصحى. فقالوا لي لا ما تخافيش، إحنا معانا فريق قوي، هم هيصححوا بقى النحو وتدريسي وكل حاجة. هي طبعا الصعوبه كان لما احنا ابتدينا بقى نصور في رمضان، لما يعني كنا بنكمل تصوير اثناء رمضان، وانك تلحقي بس تحفظي الكلام. ويعني هي الفكره ان لما بتبقي مش عارفه النحو عن ظهر قلب. صحيح. زي ما بيقولوا. هي دي الصعوبه، بتتلخبطي غصب عنك حتى لو انت حافظه. بالظبط. وهتلاقي نفسك بتفكري في الكلام والتشكيل اكتر ما بتفكري في الاحساس. بس مع الوقت يعني كل ما كنا بنعمل مشهد كل مرة عارفة بتتعلمي منه. لدرجة ان انا بقيت بالعكس مستمتعة بالمشاهد دي اكتر من الاول. وطبعا كان عندي خوف جدا لما جالي المسلسل في الاول. اول حاجة قلتها للأستاذ ليث، قلت له انا عمري ما عملت عمري ما مثلت بالفصحى. اللغة العربية. قال لي ما تخافيش. وهو طبعا أستاذ ليث يعني مخرج متمرس وشاطر جدا. طبعا. هو عمل معانا تريك في الاول خالص يسهل علينا ان احنا نربط الاحساس بالكلام. لما كنا بنيجي يحس ان المشهد الاحساس مش ضابط معانا، يقول لنا قلوب العاميه الاول زي ما تكونوا عادي بتتكلموا كده مع بعض، وبعدين يلا تاني بقى نعمله بالفصحى.
فدي ساعتها بتلاقي الموضوع ده تعب عليه جدا، لانه بيعمل الموضوع يعني دبل، يعني مره بالاحساس ده باللغه دي العاميه، ومره تانية باللغه العربيه، فاعتقد في صعوبه كبيره ليه هو. لا بس طبعا ما احتجناش نعمل ده في كل المشاهد. صحيح. هو بس في الاول لما كان شايف ان في مننا خايفين او مش عارفين نعمل، يعني عارفه الخوف بيبقى مسيطر عليكي اكتر. ولكن هي تجربه بالنسبه لك مختلفه يا عروة. طبعا انا حاسه ان انا اتعلمت منها من اول وجديد. ووحشني الشغل دلوقتي، يعني احنا دلوقتي بقى لنا كام يوم قاعدين من الشغل، لا لسه بفكر في المسلسل ولسه عايزه انزل صور وفيديوهات للميكنج بتاعنا وال عارفه التعب الممتع. يعني كنا مستمتعين واحنا بنصور بصراحه. طبعا. كنت بتشتغلوا كام ساعه تقريبا في اليوم يا عروة؟ لا العادي يعني العادي، بس طبعا في ايام كنا بنضطر نضغط التصوير، لان احنا مثلا بنصور في القناطر او في الفيوم او في اماكن بعيده، بس دي كانت بتبقى ايام قليله. بس طبعا كان مرهق جدا. صحيح. يعني احنا بنقول لك الف مبروك لنجاحك في العمل، الف مبروك لصناع العمل ونجاحهم. حقيقه احنا كنا متعاطشين للمسلسلات الدينيه وحقيقه تمت بنجاح زي ما الحمد لله. والله ده يعني توفيق من عند ربنا اولا طبعا، والشركه المنتجه والمخرج وفريق العمل كله مجد وهيله، والممثلين. يعني انا مثلا المشاهد بتاعتي مع حمزه العلايلي انا بالنسبه لي كانت من اكثر المشاهد اللي احبها. صحيح. لان هو ممثل شاطر. كنت عايزه اسالك الكواليس ايه شكلها؟ الكواليس صراحه كانت ممتعه جدا. يعني هي طبعا هو كل حاجه في الاول كانت صعبه بالنسبه لنا، لغايه ما تعودنا على الجو والعالم. صحيح. ده كله بقينا بنتعامل فيه بسلاسه جدا. الظروف الطبيعيه بتاعت الحر والبرد الشديد دي كانت بتبقى صعبه شويه، بس هي دي يعني جانب من الشغل بتاعنا للأسف بنضطر نتعامل معاه كتير في كل الأعمال. صحيح. ولكن النتيجة بتظهر بشكل كبير جدا، وفي نجاح كبير جدا على الشاشة، وتوفيقكم قوي جدا على الشاشة. فبقولك ألف مبروك، ويعني حقيقة احنا بنتمنى ان احنا نكلمكم كلكم وصناع العمل، ولكن هنحاول كده نشوف مين فاضي الفترة دي ونكلمه علشان نقوله ألف مليون مبروك رسالة الإيمان. بشكرك جدا الفنانة الجميلة أروى جودة. بشكرك. ميرسي لحضرتك، وكل سنة حضرتك طيب.